حلوه. هيا عايزه ترقص لما المزيكا تبتدي. ثانيه سنكس لو سمحت لو حاجه الحمام I'm free.
خدوا رقصهم رقصوا الشباب انا رقصتهم كلهم مين رقصتهم هسه عبد العزيز والكل عبد العزيز ناظم وباشا باشا عم ترسم اسمه ميشو وزاهر وفراغ ورقص مع ايه كمان شوفوا انا شطوره قلبه في سام فاتك ما قلت كنت اثنين تخيلت يا خديجة كلمي سيدي عم بطبخ كلمي سيدي بدنا مود هاي مود هاي ما بتعرفي مين؟ عم شوف ليش فتتني بالعكس ما حدا يطلع من الحلبة ما حدا يطلع من الحلبة انا شوي تاني بصير ايدي يشرشوا مي شوي تاني بصير ايدي يشرشوا مي سي مي بينزل هيك على بينزل على على ايدي وعلى حالة حب والله ببلاش مي يشرشوا اوه برونتو برونتو سينيوري عادي بقى عايشين حياته لحاله على الباب بس بده يحكي بعملاتك هيك بالراحه يا ابني يا حبيبي بالراحه يا بابا بطل يا بس انا ما فتتش فيها كنا في عمرو الصوان تخيل يا اختفي مين رحت انا ماي كان والله تعرفني لا اكسكيوز مي اذا تصير في حدا غيره انت عبد العزيز اسمع اي انسى هاي بتشتغل على تريلا زعلان Tu demandes Ah, Hey guys. ممكن نغير بناتين جينز ونرقص بقى رقص عادي يا شباب يعني هلا بعد شغل التمرين بكره بعد الجيم انا لا عن جد كثير تعبان وصل يا ابني خبصه
مش عايز اقول ما بعرف فيه انت النهارده راس ما سبتش بلد الا مره راس بيها بس لازم تقيل شيء يعجبني عشان في عندي صفقه انا وزاهر روح رقص بدك تحضر افلام بقولك انا مالي انا يمين انت يا جماعه I'm going to go to the house. وليش تديرها؟ خليها على ممرات وليش تديرها؟ ممرات الأردن نسويها في وجهه وليش تديرها؟ Thank you very much. اشتريناه ب 7 مليون اه تفضل طبعا هذول الدانسر بوزيشن عبد العزيز خللنا عشان نرقص انا نو يعني الفضايح قلت لك البس كاب